بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا ريب فيه ولا شك أن كل أمر عظيم له قواعد وأساسات، وقواعد ديننا وأساساتها قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ما يقول عنها أهل العلم أنها أركان الإسلام، التي جاءت في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في هذا الحديث النبوي الكريم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كبنيان له أساسات، وهي هذه الأركان الخمس. فأولى تلكم الأركان شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيشهد بذلك المسلم ويوقن بذلك ويؤدي ما افترضه الله عليه إيمانا جازما لا ريب فيه ولا شك. وشهادة أن محمدا رسول الله، فيشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين، فيتبعه ويطيع أمره. والركن الثاني هو إقام الصلاة، والصلوات المقصودة هي الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا في كل يوم وليلة، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه من أركان الإسلام. وثالث تلكم الأركان أداء الزكاة، وهي ما افترضه الله سبحانه وتعالى على أموال الأغنياء، ترد فتعطى للفقراء. ورابع تلكم الأركان صوم رمضان، وهو الشهر الذي يمسك فيه المسلمون عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وخامس تلكم الأركان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأركان الخمس التي بني عليها ديننا الإسلامي، على كل مسلم أن يتمسك بها وأن يلتزم بها وأن لا يفرط في شيء منها، فهي أساسات الدين وهي قوامه المتين، فلا يتنازل عنها الإنسان ولا يفرط فيها، فمن فرط في قواعد شيء هدم والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا متمسكين بدينك، متمسكين بشريعتك. اللهم أعنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى يا أكرم الأكرمين. هذا والله أعلم، وقضاؤه أتم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.